بخير عليكم خوتي، توحشتكم بزاف. شحال هادي ما لوحت شي حاجه. اليوم جبتكم فواحد الدريبه ومعايا واحد البطل وواحد الاستاذ ديالي احسن حمزه في العالم. تبارك الله عليك، تقني في الفنون الحرب. غيقدم لكم شي حاجه واعره اليوم. ما كاين غير لقيتها، ديروا له ابوني وتشجعوه. وتا هو عنده قناه ديالو محمد غربي، دخلوا عنده ابوني بارطاجي شي حاجه. طوب طوب طوب، خليكم مع الحركه ديالنا. كيفاش نقاد راسك في الشارع؟ كما كتشوفوا معنا دابا، هذا هو الخصم ديالي، غادي يدفعني بيدو اليسرى لصدري، فهمتي؟ دابا حس براسنا يعني في كومبا ولا في الشارع، يعني حركه يعني عموميه يعني مهمه جدا. خليكم مع الحركه. مثلا غادي ندير لكم حركه غير بشويه باش نتوما تفهموا، اللي ما فهمش وعنده شي حاجه مبتدئ غادي يفهم معايا. كما كتشوف الحركه يعني الصدر ديالك ما كتخليهش يعني ثابت. راه ضروري ملي كتقدم واحد الرجل راه كتضر بالصدر ديالك لهذا الاتجاه هذايا. شوفوا، زيد نكمل لكم الفيديو. دابا غادي نعاودكم الحركه كامله تكون سريعه، حقاش الفيديو ما نطولش بها بزاف. ان شاء الله نعاودكم فيديو ان شاء الله فيه بزاف ديال الحركه.